مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من فقرة كويك بار. من بعد دعوة اليوتيوب لحضور اليوتيوب كرياتور ساميت، تلقت هيفاء بسيسو وصفا سرور وليلى مراد دعوة من بارك ديزني لاند باريس للاستمتاع وتغيير الجو هناك، فكانت الأجواء هيك. Hey, and the happiest place in the world. I'm so excited. كيف الواحد يجي فرنسا وما يجي ديزني لاند؟ I'm so excited you guys. فأنا كتير زي الصغار زي بيبيز بنفس الوقت احيانا جراما، سو اي دونت نو يعني هاو ذس ميكس از بوسيبل، بس ام سوبر دوبر اكسايتد جايز. ايم ان ماي هابي بليس. ايم هير ان كولابوريشن وذ ديزني لاند باريس. دي ايفن هوكس مي اب وذ ذا فاست باسز، سو ايم ليفينج ماي بيست لايف. أما ميمي فعاشت باد اكسبيرينس في باريس، تحديدا بمحل كارتييه، حيث ذكرت أنه تم معاملتها بطريقة كتير سيئة وما حدا اهتم لها أو حاول يساعدها لما راحت تعمل شوبينج بالمحل، حيث لما رجعت مرة تانية بلبس مغاير وأشيك تم معاملتها بلباقة وكان الكل مبتسم لها، حيث خلاصة الموضوع أنه تم معاملتها على حسب لبسها أو قيمة لبسها أو نوع لبسها. أما اليوتيوبر الجزائري رمزي فعم يعيش أجواء كأس الأمم الإفريقية اللي تم دعوته من طرف الراعي الرسمي توتال مشان يمثل بلده ويعمل تغطية للقاء الفريق الجزائري ضد الفريق السنغالي. فيديو توأم مروان وريان فاز بالمركز الأول على مستوى الإمارات، حيث تقدم سمو الشيخ سعيد بن طحنون بتسليم مكافأة بمبلغ قدره 20,000 درهم إماراتي. ألف مبروك لروان وريان عقبال النجاحات أكبر وأكثر. من قبل شهر قررت نور ستارز وعائلتها الانتقال لبيت جديد يكون أكبر وأفخم، حيث صورت تور بسيط بالبيت اللي كانت تفكر بالانتقال لإله. فنور ستارز قبل أيام قليلة انتقلت رسميا على البيت الجديد، وممكن راح تعلن عن هالشي لاحقا على السوشيال ميديا. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.